بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تكلمنا في تلوث البيئة، تكلمنا عن تلوث المياه بشكل مفصل، تكلمنا عن تلوث الهواء، تكلمنا عن إدارة النفايات، وبالذات تكلمنا عن النفايات الصلبة. الآن هنتكلم عن إدارة النفايات السائلة. طبعا لما نتكلم عن النفايات السائلة، نتكلم عن بشكل أو بآخر عن مياه الصرف الصحي أو عن مياه المجاري، يعني لأنه هي هيك دائما النفايات صلبة ونفايات سائلة. كما النفايات السائلة هي عبارة عن مياه الصرف الصحي، إذا لابد إدارة هذه النفايات بشكل سليم وبشكل صحي. ليش؟ لأنها تصدر روائح كريهة أكيد منتنة، و يعني قذرة، مياه قذرة. أيضا تحتوي على الكثير من العوامل الممرضة، كثير من العوامل الممرضة زي الجراثيم والفيروسات، الديدان. تكلمنا عن تلوث لما تكلمنا عن تلوث الهواء وكيف ممكن اختلاطها مع مياه الصرف الصحي، بيمثل لي ممكن يمثل عن أكثر من 150 مرض ممكن، يعني لو اختلطت مع مياه الصرف الصحي. إذا مياه الصرف الصحي تحتوي على العديد الكثير من الجراثيم والفيروسات والديدان المعوية. أيضا تحتوي على المواد الصلبة والكيميائية يعني الخطيرة، يعني زي المواد القذرة تحتوي على النيتروجين، فوسفات. هذا بشجع أيضا زي الكلام بشجع الطحالب، لأنه هو أحد المقصبات أو زي سماد. النيتروجين والفوسفات يمثل كسماد لهذا الطحالب، والطحالب ممكن يعني نمو الطحالب ممكن يؤدي إلى عدم نفاذ نور الشمس زي ما قلنا عندما كانت موجودة في هذا النيترات والفوسفات موجودة في المياه، مياه الشرب ممكن هذا تؤدي إلى إفساد مياه. أيضا المواد الصلبة العالقة في المياه قد تجعل الماء مظلم، كما في مقدورها بأنه لو في أن يعني اختلاطها ممكن يؤدي إلى يعني ضرر ب يعني الأسماك أو الحياة، الكائنات الحية بشكل عام المائية كلها. إذا ما هي مصادر مياه الفضلات؟ قد تكون مصادر مياه الفضلات مجاهر منزلية أو مياه بلدية بسميها، وهي كلها تشوفوا أنتم المطابخ، من المغاسل، من المباني، من المتاجر، من الفنادق. لكن خلينا نشوف المخطط هذا مع بعض، أنه هي تحتوي على هذه مياه الصرف الصحي، تحتوي على مواد صلبة بنسبة 1 من 10%، تحتوي على مواد غير عضوية، تحتوي على مواد عضوية. المواد غير عضوية أمعاد وأملاح ورواسب، المواد عضوية بروتينات وكربوهيدرات ودهون. لكن اللي بيهمني أنا هنا كيف شايف؟ إنه هي تحتوي على مواد صلبة بنسبة 1 من 10%، إذا 1 من 10%، ومياه تحتوي على نسبة 99.9%. زي ما تشوفين هنا، إذا نسبة المواد الصلبة هي نسبة قليلة جدا جدا بالنسبة للماء. فإذا كان أنا في مياه الصرف الصحي استطعت التخلص من المواد الصلبة وهي تمثل 1 من 10%، فأنا ممكن أحصل على يعني نسبة، ممكن أحصل على الماء بشكل كويس. فإذا أنا بصير مهمة تاعتي إن أتخلص من هذه النسبة البسيطة جدا، يعني لو كان عندي 1000 لتر من المياه الصرف الصحي، فقط هو عبارة عن لتر واحد من المواد الصلبة. لتر واحد من المواد الصلبة، لو كان عندي 1000 لتر من المياه الصرف الصحي يحتوي على لتر واحد من المواد الصلبة. لو أنا استطعت أني أنا أتخلص من هذا اللتر من المواد الصلبة، فإذا أنا بكون عندي أنا يعني بحصل على 1000 لتر من المياه. عشان نشوف أهمية أن المعالج، عشان تشوف أهمية معالجة المياه أو مياه الصرف الصحي. إذا النوع الثاني من المياه المجاري وهي المياه المجاري الصناعية، وهي تلك المصروفة من منشآت الصناعية. إذا دائما كنا بنأكد أنه والله لازم أنه يتم معالجة للمياه الصرف الصحي. معالجة المياه الصرف الصحي دائما بتتم عن طريق محطة معالجة للمياه الصرف الصحي. ما فيش أي طريقة للتخلص من الصرف الصحي
الا عن طريق معالجتها. في الاول انا بعمل عمليه معالجه، وبعدين ممكن اتخلص منها باي طريقه معينه، ارميها في البحر، ارميها في البر، أرميها. لكن يجب ان تمر بمحطه المعالجه اولا واخيرا. اذا هذه يجب ان تمر بمحطه معالجه، وبعد ذلك ممكن انا اتخلص منها بطريقه بحيث لا يعني بحيث لا تؤثر. الاشكاليه ان مثلا في بحر غزه انه فعلا بتخلصوا منها، لكن بكون عمليه معالجه عملية سيئة، وعشان هيك كل الأضرار اللي صارت من هذه المياه الصرف الصحي الموجودة في البحار، لأنه لم تتم معالجتها بشكل صحيح وبشكل سليم. ليش أنا لازم شايفين أنتم هنا الصورة، مش عارف مش واضحة عنكم، لكن واضح أكثر، أنه محطة معالجة عبارة عن منطقة جميلة، يعني لا يوجد فيها روائح كريهة، لا يوجد فيها شيء، عبارة عن منشآت. هاي برك، هنا موجود هنا برك، هذه عبارة عن برك، أنا منشآت. إذا هذه محطة المعالجة، وهي منطقة يعني تعتبر يعني غير كريهة وغير مكرهة. ليش؟ لأن تتم معالجة المياه بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة. إذا ليش أنا لازم أعمل معالجة إلى المياه الصرف الصحي؟ عشان أحد من إنشاء الأمراض تدخل عن طريق المياه الصرف الصحي، أحمي المياه السطحية والجوفية من التلوث، أيضا أحمي عناصر البيئة سواء الحيوان والإنسان والنبات من هذه المياه، وأيضا ممكن أستخدم هذه المياه بعد عملية المعالجة. ممكن أستخدمها في الزراعة، ممكن أستخدمها في مياه الشرب. نعم، ممكن تستخدم مياه الصرف الصحي. نعم، وفي دول تستخدم مياه الصرف الصحي في الشرب. إذا هي محطة معالجة هي عبارة عن كافة المنشآت التي تبنى في الموقع لغاية أكسدة المواد العضوية وتحويلها إلى مواد غير يعني غير ضارة بالصحة. إذا عندك أربع مراحل. إذا محطة المعالجة تمر فيها تتحول إلى أربع مراحل. خلينا نشوف المخطط ونشرح فيه الأربع مراحل بالتفصيل. هاي المرحلة الابتدائية أو التمهيدية، هاي المرحلة اللي هو الثانوية، وهي المرحلة أو بسموها الابتدائية، هاي الأولية، هاي الثانوية، وهذا كله بنسميه المرحلة الثالثية. إذا عندي مرحلة ابتدائية، مرحلة أولية، والثانوية، وهذا كله يسمى المرحلة الثالثية، هنشرحهم بالتفصيل الآن. إذا في عندي مرحلة ابتدائية، وهي أولية، وهي ثانوية، وهي المرحلة الثالثية. إذا ماذا يتم في المرحلة الابتدائية؟ المياه الصرف الصحي بتيجي تحمل معها بعض الأشياء الكبيرة وغير قابلة التحلل، أخشاب، حديد، مع أي حاجة. أنا بحطه مناخل قضبانية زي قضبان يعني حديدية عشان تحجز هذه الأشياء، عشان هذه الأشياء لو دخلت لمحطة المعالجة ممكن تفسد ليها، ممكن تفسد محطة المعالجة. فهذه أنا بحجز هذه المياه الغير قابلة للذوبان في مياه في محطة المعالجة، وأنا بأخرجها. إذا هذه عبارة عن مناخل قضبانية أو شبكة أو أي حاجة، بحيث أنا أمنع دخول هذه الأشياء الكبيرة الحجم والغير قابلة للذوبان أو غير قابلة للمعالجة. إذا بعد ذلك مياه الصرف الصحي تذهب في المرحلة الأولية. هذه المرحلة الأولية تحتوي على الكثير من الرمال، وخصوصا لو كان فيها مياه أمطار، تحتوي على الكثير من الرمال. ليش أنا أخلي الرمال تدخل إلى محطة المعالجة؟ لا، بحاول أتخلص من الرمال. أنتم شايفين على طول لو أنت حطيت يعني في كوب مياه رمل وماء، على طول الرمال هتنزل إلى تحت، بتخلصوا من الرمال وتصبح هي رائقة تماما، خالية من الرمال، وتذهب إلى البركة، ويسمى يعني برك الترسيب الأولي. في برك الترسيب الأولي، ومهم هذا البرك، بحيث أنه أنا كل ما خليت المياه حطة المياه المجاري أكثر، كل ما كان ترسب كمية أكبر من اللي هو
ما يسمى بسلاج او ما يسمى به هو يعني الجزء الصلب من اللي هو يسموه الحمأة، وهو الجزء الصلب من مياه الصرف الصحي. اذا بصير عندي ترسيب، وهذه يعني بتخلص منها ايضا بعد هيك، وتصبح مياه الصرف الصحي يعني الى حد ما يعني مقبوله. اذا خلصت المرحله الابتدائيه والاوليه، ثم اذهب الى المرحله الثانويه. والمرحله الثانويه فيها كل العمل، وهي اللي تحكم على مدى اللي هي يعني كفاءه محطه المعالجه. في المحطه الثانويه هناك حوض تهويه، حوض تهوية أي هنا تعتمد على المرحلة البيولوجية. إيش المرحلة البيولوجية؟ يعني تعتمد على البكتيريا في عملية اللي هي المعالجة. هاي البكتيريا تعمل على عملية تفتيت المياه العضوية وتحويلها إلى بشكل رائق. فهنا عندي تحتوي البكتيريا تحتاج إلى أكسجين. البكتيريا تحتاج إلى أكسجين، فتقوم البكتيريا بعملية تحليل المياه الصرف الصحي وتحولها الى مياه رائقه زي ما بتشوفوا انتم هان. اذا العمل اكثر عشان احكم على كفاءه اي محطه، هذا هو حوض التهويه، هو عباره بيعتمد على الميكروبات في عمليه المعالجه، بيعتمد على الميكروبات في عمليه المعالجة. ان وجود الميكروبات تعمل على التحليل. ميكروبات موجودة طبيعي، اكيد موجودة في مياه الصرف الصحي بشكل طبيعي، تقوم الميكروبات بتحليل مياه الصرف الصحي، تحليلها تماما واخراج غاز ثاني اكسيد الكربون. هي تحتاج الى اكسجين، تاخذ اكسجين وتخرج غاز ثاني اكسيد الكربون. اذا عمليه تحتاج عمليه تهويه بشكل دائم. فهذه الميكروبات عندما تعمل اذا تدخل بعدك في المرحلة الثانوية، هي في المرحلة نفس المرحلة الثانوية، لكن تدخل في عملية الترسيب الثانوي. الترسيب الثانوي زي الترسيب الأولي، لكن بنضيف عليه بأنه والله أنا ممكن نضيف بعض المواد الكيميائية بحيث يعني بيكون لها تأثير أكبر على المواد العضوية اللي هي، وممكن هنا تنزل عندي الحمأة أو الجزء الصلب من الجزء الصلب من مياه الصرف الصحي. بعدين انا لو حبيت يعني هذه المياه استخدمها وارميها في البحر، ما فيش مشكله، ما في امكانيه بعد هذه الخطوات ارميها في البحر بدون ان تحدث اي ضرر. فقط انا بحتاج الى عمليه كلوة، فقط بحتاج الى عمليه كلوة، بضيف الكلور وبعد ذلك برميها في البحر بدون اي خطوه على اي كائنات حيه ولا على حاجه. انا ما فيش اي خطوه، بعمل عمليه تعقيم لهذه المياه، عمل تعقيم لهذه المياه، بصير عندي عن طريق حوض الكلوة، وتصريف النهائي ممكن أدخلها في أي مسبح مائي، مسابح، أي حاجة في مياه البحر، في الواد، بدون أي خطوة أبدا. لكن للأسف إحنا أنا بصير برموها في الواد وبرموها في البحر، لكن دون أن تمر بهذه المراحل بشكل صحيح. لا، أنا عايز أستخدمها في الزراعة، إذا ما ينفعش أعمل عملية تعقيم بالكلور، لأن الكلور ممكن يخرب لي للنباتات والزراعات. إذا أنا بحاول أتخلص بشكل أكبر من المواد العضوية عن طريق فلتر رمل، يعني طبقات من الرمل بتخليها بشكل أو بآخر بتخليها إلى حد ما رائقة تماما. وبستخدم هنا الأشعة الفوق بنفسجية، هالأشعة الفوق بنفسجية هتقتل كل الميكروبات الموجودة، وبعد ذلك ممكن أن أستخدمها في عملية الزراعة. هذه المرحلة التعقيم أو استخدام الفلتر أو استخدام الأشعة الفوق بنفسجية اليوفي، هذه كلها تعتبر عملية يعني تعتبر مرحلة ثالثية، وهيك بكون هنا انهينا تلوث البيئة، وتلوث البيئة بشكل كامل إن شاء الله.